هذه في الحومة اللي أنا ساكن فيها، حتى هي كذلك كتعرف فضاء خاص بالأطفال، ويعني فين يجلس الناس، فين يلعبوا الأطفال. حديقة عمومية من ضمنها فضاء خاص بالأطفال، هذه دائما ضرورية في كل حومة، في كل حي، إلا وتجد فيه حدائق مخصصة للأطفال ضروري. ثم ملاعب صغيرة بينها كرة السلة، يعني هذه هي كل واحد وهوية ديالوه، فما مهتمين بهذا النمط داخل في إطار البنية التحتية اللي ضروري تكون حديقة عمومية في أي حي أو ما بين غير جزء نقي. هذا هو الشيء الجميل في البلاد، اهتمام بالمدينة بما فيها النظافة شيء كبير، النظافة كتلعب دور كبير في المدينة، ماشي غير في المدينة اللي نسكن فيها بل كاع جميع المدن ديال الإسبان. كما كنشاهدوا باركينات خاصة بالسيارات بدون حراس، بدون حتى شي حاجة، ما كيحرسهم حتى شي حد، كيخلصوا عليهم والو. الحاويات ديال الأزبال حتى هي ضرورية تكون في أي زنقة بكثرة. مازال يعني المسافة بيناتهم والو، كنوجدوا حاويات الأزبال متوفرة في كل بلاصة.